أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتابع سياقنا من آيات التشريع مما سبق بيانه في سياق سورة البقرة المباركة. وقد كان السياق مرتبطا بترتيب تربوي فيما يتعلق بترقية الإيمان وتزكية الأنفس بالتشريع وبآيات الأحكام وبالحدود التي حد الله جل وعلا، والأحكام التي قدر سبحانه وتعالى فيما تعلق بقتل النفس مما بيننا، وفيما يتعلق بالآثار التي تحدث عن الوفاة من الوصية ومن التحريف والتزوير والإصلاح في سياق الوصية مما سبق بيانه. بعد نهاية هذا السياق سينتقل الكلام الرباني الحكيم إلى مجال قد يظن أنه نقلة لا علاقة لها بما قبلها ولا بما بعدها، وقد يحدث استشكيل بعض طلبة العلم ذلك، لكن السياق في العمق واحد، وهو أنه سبحانه وتعالى من بعد ما ذكر ما ذكر في مجال التشريع لأحكام الجنايات ما يتعلق بالقصص وما بينا من علاقة ذلك بما بعده من الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والقربين بالمعروف إلى آخر السياق، جاء بعد هذا السياق مباشرة الأمر بالصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات لعلكم تتقون، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويستأنف السياق في نفس المعنى بترتيب أحكام أخرى في قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، إلى آخر المساق. والمساق طويل، فيه تفصيل في الصيام وأحكامه. الصيام الذي جعلت آيته أو جعل تشريعه قرآنا يتلى كما الحج، وعلاش كررت بالحج والصيام؟ لأن الحج عمل نادر في حياة الإنسان المسلم، حتى ولو كان من المكثرين فهو مقل، الإنسان الذي يسير له الحج غالبا يحج الإنسان مرة في العمر دياله وهو الواجب، والذي يكثر اللي كيتما كيمشي للحج بزاف كتلقى عنده مرات 5 مرات 7 مرات 14 مرة في عمر ما شاء الله. إذن الحج ليس كثيرا، رمضان قريب منه، صحيح هو مرة في السنة، ولكن مرة في السنة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بينما الصلاة يوميا 24 ساعة هذا 24 ساعة 5 صلوات في اليوم والليلة، والزكاة رغم أنها سنوية إلا أن حضورها الفعلي أكثر من الصيام. الصيام قليل، الصيام المفروض إنما هو شهر، شهر رمضان جاء الفرض بدءا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات لعلكم تتقون، إلى أن يقول بالتحديد شهر رمضان، ماشي شي حاجة أكثر من داكشي، شهر رمضان. فقلت هذا والحج كي يتشابهوا، لأن الحج تاعو مرة في العمر، ولله على الناس حج البيت. فشنو هو السؤال؟ السؤال هو لماذا ذكر ذلك في القرآن وصار أمرا يتلى ويعبد الله به تلاوة؟ لأن الأصل في التشريع وفي قواعد العلم أن الذي يذكر في القرآن إنما هو أصول الدين العقدية والعملية
وما تعم به البلوى في الدين والتدين. يعني القرآن الكريم كيذكر القضايا اللي واسعة والمسلمين محتاجين لها بزاف كتير، ما دون ذلك فغالبا، أقول غالبا، غالبا ما يتركه للسنة تفصلها، لأن هذه الوظيفة ديال السنة، تفصل الجزئيات وتفصل الفروع وتفصل الأشياء التي يعني لن يجدها المؤمن بما هو عابد لله أمامه كثيرا، مرة مرة غتلقى بها قدامك، هذه غالبا تلقاها في السنة ما تلقاهاش في القرآن الكريم. القرآن غالب تشريعه ومعظم أحكامه في الأمور الكثيرة، الكثيرة المقصود الكثيرة كثيرة الوقوع، غتلقاها بزاف كالصلوات كما ذكرت، الزكوات، وذلك يقرن بين الصلاة والزكاة كثيرا جدا، وأمهات الفضائل بصفة عامة، آية البر، آية التقوى، آية الفضل، آية الإحسان، هذا يوميا صباح وعشية، وأمهات الرذائل أيضا من المفاسد الكبرى، من الظلم ومن كل الأمور التي يعني لا يجوز للمسلم أن يقترفها، تجدها في كتاب الله تعالى مذكورة مشرعة أمرا ونهيا، هذه دينا وهذه ما ديناش. فدل ذلك على أن الصيام وإن ارتبط بشهر رمضان فينبغي أن يعيش المؤمن أحواله خارج رمضان، هذه من حكم تشريعه في القرآن، باش تقرأ في رمضان وفي غير رمضان، الناس يقرأوا كتاب الله عز وجل، فسيمرون على آية تشريع القرآن، تشريع الصيام، ما غادي تبقى تقرأ في رمضان بالمناسبة كما نصنع من حيث ندري أو لا ندري. يعني في صلاتنا غالبا ما نصليوش يعني في الصلوات الخمس، يعني الإمام قليل باش يصلي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أو شهر رمضان ولا إنا أنزلناه في ليلة القدر، سير ما تسمع حتى رمضان الجاي، كاين مرة مرة يصلي بها الإمام ولكن نادر جدا. علاش كيقول هذه ديال رمضان؟ لا، ماشي ديال رمضان بوحده، لو كانت لرمضان ولرمضان فقط ما نزلت في القرآن الكريم، الحكم ديالها يجي في السنة، ولكن بما أنها أنزلت في القرآن لتتلى داخل رمضان وخارج رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان، وكلما وصلها الورد من تلاوة القرآن ومن عبادة الله جل وعلا بصلاة الليل أو بتلاوة النهار، فكل ذلك إذن مقصود أنه الإنسان يعيش أحوال الصيام خارج رمضان. حقيقة دي يعني من المشاكل التي يعني من المشاكل التربوية التي نعاني منها إزاء كثير من أمور، ما عندناش توازن في كثير من أمور الدين في حياتنا. الله جل وعلا حينما أمر بهذا الأمر العجيب من قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال لعلكم تتقون، صحيح أنه هو محدود أياما معدودات، أياما معدودات التي هي شهر رمضان كما سيذكر ذلك بالعين بعده، يعني هذه أيام معدودات هي أيام تدريبية، تدريبية لتحصل منزلة الصائمين، هذه كراها مرتبة، منزلة، منزلة، منزلة إيمانية، حتى إذا خرج رمضان واستأنفت الفطرة كنت صائما، استأنفت الفطرة بقيت كتأكل في النهار ما بقاش صيام، على الأقل واجب بقي غير المندوب، ولكن الحالة ديال الصائم كتبقى معك. ولذلك تلاحظون شيئا في الأحاديث النبوية الشريفة وهي كثيرة في هذا السياق، منها الحديث الذي يذكر أن من أبواب الجنة بابا يسمى أو يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، طيب سموهم الصائمين إلا الصائمون، الصائمون هؤلاء وش هو حياته كلها هو صيام؟ طبعا لا، يعني من ناحية الفقهية أنه ينقطع عن الصوم عن الأكل والشرب وما يتعلق بكل الشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مش حياته كاملة، وإنما غاية ما قد يفعل المؤمن ممن قواه الله عزيمة وبدنا أن يصوم صيام داود، ومن جاوز ذلك فقد ابتدع كما هو معروف السنة، ألا وإني أعبدكم لله واتقاكم له ولكني أصوم وأفطر كما في الحديث، يعني وأنام وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذن يعني هؤلاء الصائمون الذين ينادوا يعيطوا لهم والصائمين، فإذن هم نالوا منزلة واحد الرتبة واحد الدرجة سميتها منزلة الصيام أو منزلة الصائمين، حال الصيام يعيشها في رمضان وخارج رمضان باش ما تبقى شيء الآثار التربوية للصيام فقط مرتبطة بذلك الشهر،
ندخله ونودعه، فإذا ودعناه ودعناه بمنزلته، ويعني نفقد ما حصلنا عليه من مرتبة إيمانية عليا في رمضان من منزلة لنقع في يعني ما دون ذلك، وهذا فساد. ولهذا إذن القصد في نهاية المطاف أن نتذكر بأنه ينبغي أن نسير إلى الله جل وعلا بهذه العبادة داخل رمضان وجوبا، وخارج رمضان تطوعا وتربية، ولكن ينبغي أن نتذكر أن المقصد والحكمة من ذلك كله أن نحصل هذا المعنى، معنى الصائم. فما معنى الصائم إذن؟ هذه المنزلة، هذه الصفة، هذه الحالة الإيمانية الراقية التي يستفيدها الإنسان في رمضان وخارج رمضان. يمكن لك واحد النهار تنقطع إلى الله جل وعلا صائما، صائما تطوعا، تعهد موجوعا تطوعا من أجل أن تحصل ذلك المعنى حتى ترتقي وتتقوى على خوض فتن الدنيا. وما أدراك ما فتن الدنيا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لعلكم تتقون، والتقوى إنما هي الحذر، تشعر يعني بأن هذا الأمر خطير من المنكر الذي تحدثك به نفسك، ويعني تجعلك يعني تريد أن تعقد صلحا مع الشيطان والعياذ بالله في هذه المسألة أو تلك، فالتقوى تجزرك، تزجرك وتمنعك وتوقظ إيمانك وإحساسك. صيام يوم واحد لله يكفيك بإذن الله لتحصيل هذا المعنى، لسبب أن معنى الصيام إنما هو التبتل، الانقطاع إلى الله، كما عبر الفقهاء في التعريف الفقهي يقولون الصيام هو الانقطاع أو الإمساك، وهو معنى واحد، انقطاع إمساك، تنقطع عن كل الشهوات لمن؟ لله الواحد القهار. وفي الصيام بهذا المعنى التبتلي، وتبتل إليه تبتيلا كما ورد في المزمل، تبتل يحصل بالصوم وبغيره، لكن هو معنى شمولي. إنما الصوم والقيام ديال الليل، والصوم بشكل خاص له أثر فعال في اختزال الأعمال والأوقات. إلا خصك واحد يعني الإحساس إيماني أو رتبة إيمانية تصليها بعد أيام من القيام والترتيل والذكر، تختصر المسافة وتختصر العمل بصوم يوم واحد يوصلك بإذن الله إلى ما أردت من منزلة إيمانية عالية. ولذلك عمل الصوم هو براق الأوراد كما سماه بعضهم، البراق اللي يركب عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عروجا إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، يعني خارقة في السير وفي طي المسافات. فالأذكار كلها والأعمال، أعمال الدين من صلاة وذكر وغير ذلك، كل ذلك يعني هي أعمال تسير بك، هي سفن تحملك إلى الله جل وعلا، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بقراءة القرآن، عليك بالذكر، بذكر الله، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه ذكرك في الأرض وروحك في السماء. سيروا هذا جمدان. سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وذكر ذلك في سياق السير، والمقصود هنا ماشي بالسير الأرضي، وإن كان يعني في بداية الأمر كانوا يسيرون، كانوا في سفر بدلهم بالسفر الأرضي، ولكن يقصدوا السفر إلى الله جل وعلا. سيروا هذا جندان، هو يعني اسمه جبل بين مكة والمدينة، ولكن قال لهم سبق المفردون، شكون اللي سبق فينا؟ المفردون. قالوا ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ففهم الصحابة أنه لا يقصد بالسير يعني السير على الأرض، ولكن السير بمعنى السير الروحي، سير القلب إلى الله جل وعلا. فهذا فقط يعني بيانات تشهد بأن كل أعمال الدين سير إلى الله، سفن تحملك إلى رب العالمين، إلى رضاه جل وعلا. أسرع هذه المراكب الصيام، هو السريع فيهم، أسرعها جميعا. ولذلك قلت هو براق الأوراد، يعني كل واحد ركب على شيء عمل من الأعمال، يعني بحال واحد ركب على عود، واحد ركب على جمل، واحد ركب على البراق،
يطوي يعني كيمشي بحال سرعة الضوء كما يعبرون اليوم في الفيزياء المعاصرة. ولذلك تلاحظون ما رتب الله جل وعلا من الأجر على الصيام الفردي والندبي شيء غريب. يعني صيام يوم عرفة يوم واحد في السنة يعني يغفر الله به ويكفر خطايا سنة سابقة وسنة لاحقة وأشياء عجيبة. يعني نهار واحد كيف تضي مع واحد العام سبق وواحد العام جاي، وكذلك ما يشبهه في صوم يوم عاشوراء وفي يعني كل ما ثبت من سنة صومه ندبا ونافلة أو وجوبا إلا وتجد ما رتب من الأجر عجيبة. يعني كشي غريب ما يعني إذا قارنت النتائج مما يعني بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين في صوم هذا اليوم أو ذاك مما ثبت في السنة وصح في الحديث، وقارنت هذه النتائج التي رتب الله بها الأجر على العبد للعبد بالنتائج التي يعني تحصل عليها ب يعني بذكر كذا وبقول كذا وبفعل كذا وبعمل كذا، صحيح العمل كلها يعني هائلة ولكن الصيام كيغطي عليها كاملة. يعني أسبقها وأعمقها. لما قلت؟ لأنه الأسرع والأعمق في صناعة حال التبتل والانقطاع إلى الله، لأن كل الأعمال يعني سهل كيدخلها الغرور وسهل يدخلها الرياء والسمعة وحب الذكر، إلا الصوم فإنه صعب جدا أن يدخله هذا، لأنه حقيقي يعني الصوم وخايبا بلا نوراسين، ولكن في نهاية المطاف هو حال بين العبد وربه. لأنه كيما قال لك تكون صايم الصباح والصائم أمير نفسه، يبان لك في الظهر ولا في العشية تفطر أنت فطرت، ولكن مع ذلك تبقى مصرا على انقطاعك إلى الله جل وعلا حينما يكون الصوم بشروطه طبعا كما سنبين بحول الله الشروط ديالو التربوية في غير الفقهية. فهذا شيء عظيم. حتى واحد ما كيلزمك ملي تدخل البيت ديالك وتكون بوحدك أن تشرب ماء أو أن تأكل طعاما أو أن تتغدى أو أن تتعشى أو أن إلى آخره، كل ذلك يعني لا يلزمك أو لا يمنعك أحد عنه إلزاما، ولكنك أنت تختار أن يكون يومك ذاك لله، كدير هذا الخيار وهذا الاختيار أن يكون يومك ذاك لله. أنا إذن أحوال الإيمان تتنزل عليك بمن قطعت لله جل وعلا، فالله جل وعلا سبحانه وتعالى يرفع إيمانك ويزودك بواردات نورانية قد لا تنتبه إليها إلا بعد أن تشعر بفرحة الفطر وأنت تفطر وتقبل على تلك النعمة مهما بسطت ومهما قلت تجد لها من الحلاوة واللذة ما لا قبل لك به. سبحان الله العظيم. ماشي قطعاً ماشي لأنك جيعان، لأنك صايم، وإحنا في الأيام العادية وقد يعني نكون في غير صيام وتجي للدار ديالك في الغداء ولا العشية فيك جوع شديد، ولكن سبحان الله يعني تستلذ الطعام راه فيك الشهية ديال الطعام بالجوع، وفرق كبير بين جوع الجائع وجوع الصائم، فرق كبير. يعني التمرة التي تفطر عليها وأنت صائم تجد لها من الحلاوة يعني الشيء العجيب، ماشي الحلاوة ديال كونها تمرة، لا، حلاوة إيمانية، تشعر أن الله لك قد آذن لك، تشعر أن الله قد آذن لك في الأكل، كان قال لك ما تأكلش واستجبت فكنت عبدا في الاستجابة للنهي، ثم الآن يأمرك كل، ما عندكش الحق تأخر الفطور ديالك، ما عندكش الحق، لا يجوز لك أن تقول بلاتي واحد نص ساعة أخرى وخود باقي مازال ما شبعت مازال ما جات تل عشان عاد نفطر، هذا فعل منافي للشريعة وصاحبه آثم. فأنت تفطر كتاكل ديك الساعة من غير خاطرك، ما كليتش في الواجب في رمضان ما كتاكلش من غير خاطرك وجوبا أنت القاطعة، وتفطر عند أذان المغربي وجوبا، فأنت عبد كتشعر بالعبدية، تشعر بأنك أنت لمولاك تستجيب لأمره وتستجيب لنهيه، وتجد لذلك حلاوة في الأكل كما تجد حلاوة في عدم الأكل. لهذا إذن كيعتقد هذا النوع أنه أنت يعني في حال صومك تشعر بأنك لا تملك نفسك وإنما أنت مملوك لله، كل العبادات تربي هذا الإحساس، الصلاة والزكاة والحج كل العبادات تربي هذا الإحساس في النفس، أي أنك مملوك ماشي ديال راسك. وحينما يشعر الإنسان أنه يملك نفسه معناه أنه بدأ يتمرد على خالقه، وهذه طريق الطغيان
كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. شنو استغنى؟ استغنى على مولاه اللي خلقه، استغنى عن ربه جل وعلا، وهو أشمل من الاستغناء المادي المالي، له عام. وقد يستغني الفقير والعياذ بالله فيطغى أيضا طغيانا من نوع آخر، وكل يستغني بما أوهمه الشيطان أنه يعني يمكنه أن يكتفي به. واحد يستغني بالمال، واحد يستغني بالعضلة دياله، واحد يستغني بالجاه دياله أو بالمنصب دياله أو بكل ما أتيح له أن يطغى به، وأن يظن بأنه يعني ليس في حاجة إلى رب يرعاه ويكلأه. فالعبد إذن حينما يشتغل بالعبادات تذكره تربيه وتعلمه أنما هو عبد، أنما هو عبد لا يملك شيئا، إنما الملك لله الواحد القهار. رمضان أو قول بالأحرى الصيام الذي هو أوسع معنى من رمضان، إنما رمضان فيه الوجوب وهو دورة روحية تربوية إلزامية. الصيام هي حال أو هو حال، الصيام حال إيمانية تجعل الإنسان في الصباح وفي المساء مفطرا أو صائما، وخاف اللحظة أن رواكل فيها يشعر بأنما هو عبد متبتل لله منقطع شي ديال رسول. ولذلك هذا المعنى ينبغي أن نتذوقه جيدا. فالإنسان باش تعرفه بأنه راه ما عندوش علاقة يعني مباشرة بالمكلة وعدم المكلة، إنما يعني انقطاع الأكل هو وسيلة لتحقيق هذا المعنى. لأنه الإنسان من اللي في رمضان اللي هو واجب من بعد ما يفطر المغرب هو كيأكل وكيتسمى صايم، لأنه يعني دخل دورة رمضان دورة الصيام. فالصيام ماشي معناته فقط الانقطاع، لأن تعريف الفقهي أنه الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الشمس، هذا تعريف فقهي، والتعريفات الفقهية بصفة عامة ماشي غير هذا، كل التعريفات الفقهية تقريبا هي تعريف للشكلي. كيقولوا قصدهم بالصحة والبطلان ظاهر الأمر. لما الفقهي يقول لك الصلاة ديالك صحيحة ماشي معناتها راها مقبولة، قد تكون صحيحة وغير مقبولة عند رب العالمين، وقد تكون غير صحيحة من الناحية الفقهية ويكون عليها ويكون لها أجر عند الله جل وعلا، كما المجتهد المخطئ إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجرا، وإذا أخطأ أو غلط ما جابهاش مزيانة فله أجر واحد. ما يدريك لعل الله جل وعلا قد يراعي وقد يعني برحمته سبحانه وتعالى صدق طلب عبدين أمر ما، رغم أنه أخطأ في التعبير أو أخطأ في الفعل فيأجره على ذلك، كما صنع بالنسبة للأعرابي الذي قال بالفرحة بدل أن يشكر الله عز وجل ويعترف له بالربوبية اعترف لنفسه بالربوبية فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قلب كل شيء. فمع ذلك الله جل وعلا ما لامه ولا عنه، بالعكس يعني كان له بذلك أجر عند الله عز وجل. لما؟ لأنه إنما يقصد الخير وأخذ أخطأ الطريق إليه. فيعني وليس دائما يقدر ربي تعالى يأخذ بلا خطأ سبحانه وتعالى، نتوب الله تعالى يعافينا ويعافيكم، ولكن يجوز في حق الله جل وعلا أن يعفو وأن يغفر وأن يرتب أجرا على المخطئ في الفعل. علاش؟ الشرط الأساس هو أنه قصد وسلم قصده وأخلص لله جل وعلا، ولك الإخلاص حاسم في هذا الأمر. فنعود إلى ما نحن فيه من أن الصيام انقطاع لله سبحانه وتعالى، ولهذا يعني ينبغي أن نعيش أحوال الصائمين، لأن الصيام هو العاصم من الفتن. من اللي تكون تعيش لله وبالله ومع الله في كل الأحوال فأنت صائم، وخرك وكل فأنت صائم، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ما الصوم في شريعتهم يعني الشرائع السابقة في عهد مريم عليه السلام، يعني كان من شروط الصوم عندهم أن لا يكلم أحد الناس، صافي صايم ولا صايمة صافي ما كاين الكلام مع البشر. فهذا نسخ ما بقاش الشرع ديالنا احنا، ما بالعكس يعني يصبح من البدع الآن. لا يجوز في الحديث الصحيح لا صومات يوم إلا الليل، لا يجوز لشخصين أن ينقطع عن الكلام من الصباح حتى الليل ما يتكلمش قاع، هذا عمل مبتدع ومخالف لشريعتنا، ومن هي عنه ومن فعله فهو آثم، ما نخلطوش الدين ديالنا مع ديان أخرى. ولكن يعني نسخ هذا ولكن المعنى لم ينسخ، تنسخ الحكم شكلا ولكن المعنى ديالو باقي مستمر، وهو الانقطاع إلى الله. قلت لهم هذا النهار ما عنديش يعني إمكان نتكلم مع شي واحد لأنني مشغولة برب العالمين، ما مسليش بندم. فهذا هو الصوم حقيقة. فكذلك المؤمن حينما يصوم رمضان أو غيره
من التطوعات، فينبغي أن يشتغل طيلة النهار بالله، يشتغل بالله حتى ولو كان في متجاره، ماشي يشتغل بالله يعني راه غير في الجامع كيركع ويسجد ويقرأ القرآن كذا، شيء حسن، ولكن بمعنى أنه يعيش أحوال إيمان، يعيش حال تذكرة بأنه عبد، هذا هو الأساس، يعيش حال العبدية، أنه يعيش بمعنى أنه ماشي يعني دائما يتذكر في كل تصرف يتصرفه أنه إنما يتصرف بالإذن، مأذون أو غير مأذون، أنت ماشي ديالك، أنت عبد، أنت في متجارك، في إدارتك، في فين ما كنت، ماشي بالضروري تبقى في الجامع النهار كامل وأنت صايم، لا، كن حيث ما كنت، ولكن عيش حال العبدية في كل عملك. غادي نضرب هذه الصفقة أو ناخذ هذه البيعة وشرية أو غادي نتصرف هذا التصرف أو غادي نمشي هذه السفرة، هل عندي إذن فيها من الله أم لا إذن لي فيها؟ بهذا السؤال الدائم يعيشه الإنسان يكون صائما بإذن الله جل وعلا، بمعنى أنه يحقق ذلك المنزلة التي يقال فيها أين الصائمون، ويدخل من باب الريان بإذن الله جل وعلا، ولو كان صومه قليلا، وخرى ماشي يعني مفروض يكون هذا من دوك الناس اللي كيصوموا بزاف، يعني يلا كيصوم رمضان وبعض النوافل المهمة الرئيسية المؤكدة التي يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها. إذا كانت عنده هذا يعني شكل من حيث الصيام، حيث يعني الصيام بمعنى الفقهي، بمعنى الفقهي يعني انقطاع الأكل والشرب وكذا إلى آخره، يعني أنه داك الشيء عنده محدود غير الواجب وشي حاجة من دوك، ولكن بمعناه الروحي الإيماني هو غالب حياته، فهو من أهل باب الريان بإذن الله. ولذلك جعل ركنا من أركان الإسلام الصيام، إنه حقيقة يعني الركن شو ما الأركان هما السواري. يجي مهندس يقول لك هذه العمارة هندسيا وعلميا ما تبنى إلا على خمسة السواري، حتى أنها لبنيتها على أربعة هيا نبنيها وكان واحد النهار طيح، أي حركة أي كذا تجي في الأرض، نعوذ بالله. إن البناء أو إن البنيان إذا من هد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيه، فإذا هندسيا بين بأن واحد نوع من العمارة مثلا خصو خمسة السواري، إذا خصو خمسة السواري، بمعنى شو معناته؟ معنات أن هذه السواري يعني الوظائف ديالها متكافئة، يعني هذه السارية كتأدي واحد الدور مهم جدا بحال هذه السارية، وأنه إذا طاحت لنا وحدة إذا كيولي البناء مهدد، بينما ممكن دير واحد السارية غير زواقة، غير زواقة باش تكمل بها المنظر، ماشي باش هز بها العمارة، غير دير بها ديكور لا أقل ولا أكثر، منظر. هو بعض الحين كيديروا بعض الأشكال الهندسية بحال السواري أو ما يشبه ذلك لتتميمي بعض الأبواب، باب المحراب كيديروا واحد الباب يوازي في كثير من الأحيان كيحل البلاصة المصحف، ما كتلقى كيخرج حتى شي جهة، علاش؟ غير باش يقدوا المنظر. فإذا بعض الأحيان كيكون هذا الشيء، لا، رمضان سارية صحيحة هز الإسلام، بني الإسلام على 50 وذكر رمضان. إذا كان هذا الصيام هز الدين كامل، كل الدين محمول على خمسة أركان من بينها رمضان أو الصيام، فمعناه إذن أنه يجب أن يكون حالا تصحب المؤمن عمره كله، وإلا فلا معنى لها، باش يكون ركن وما عندوش الآثار العام على حياة المسلم كلها، إذن لا معنى له. فما شرع ركنا ما دار ربك على ركن، وما جعله آيات تتلى في القرآن إلا ليعيش المؤمن أحوال الصائمين أبدا، وليكون الصيام بالنسبة إليه مفتاحا ومركبة وظهرا يقربه إلى الله جل وعلا ويطوي به المسافات طيا. شت نهار ضيق الدنيا لا قدر الله بي أو بك بما رحبت، صم يوما تجد عجبا، يعني أن تصوم لله جل على ذلك اليوم سبحانه وتعالى ينزل لك وعليك من الخيرات والبركات، ويستجاب لك من الدعاء ما قد لا يخطر ببالك، ويعصمك الله جل وعلا من كل فتنة. فيعني اللحظة التي تصبح فيها الفتن، يعني يصبح عمومها ونزولها يعني بلوى عامة كزماننا هذا، صعيب جدا تحرز من الفتن، صعب جدا، وهذا أمر واضح ومشاهد. فبإذن الله حينما يصوم الإنسان يصبح يعني كالمحمي من الالتهاب من النار، يدخل في الحر ويسلك بإذن الله ناجيا سالما.
فالصائم إذن آمن بإذن الله جل وعلا، حاله كحال إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني حينما يعبر الإنسان زمن الفتن ويمخر هذه البحار الملتهبة بشتى أنواع وأصناف الفتن، باستصحاب حال الصائمين يكون معصوما بإذن الله، معصوما بإذن الله جل وعلا. ولهذا يفهم الحديث الصحيح الذي خاطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب حينما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ليتزوج ومن يستطيف عليه بالصوم فإنه له وجاء، أي دواء وشفاء وحفظ من كل وسواس ومن كل زين. إنما كثير من الشباب ما يفهموش مع الأسف هذا الحديث، هذا يتصور يعني الصوم أنه يعني ما يأكل ما يشرب السلام يعني ولا يعيش حال الصائم، وفي المغرب يأكل مالزة وطاب وانتهى الأمر. لا أبدا، كما مع الأسف يعني نتحدث عن هذا في كثير من المناسبات في عند إقبال رمضان، يعني بداية رمضان كان نتكلموا على هذا الأمر، هذا ديال أنه العادة أو رمضان ولا عند الناس يعني عند المغاربة يعني عادة أكثر مما هو عبادة، لا يستفيدون من آثاره التربوية. فالمقصود إذن أن يحصل الشاب منزلة الصائمين فعليه بالصوم، يعني الانقطاع إلى الله عز وجل حقيقة، يعني الصوم يعني بالمعنى الفقهي لا يأكل ولا يشرب ولا 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 من بداية النهار إلى آخر النهار من الفجر إلى غروب الشمس، ولكن يعني على أن يصوم، أن يصوم بمعنى أن ينقطع كلية إلى الله جل وعلا. فإذا حصل تلك الصفة الإيمانية فإنه بإذن الله عز وجل يصبح معصوما ويصبح محفوظا من شر كل فتنة، راقي عالي، بالعكس سيستقذر الخطيئة وقد كان يشتهيها، يعني يحصل له واحد الإنعكاس نفسي إيجابي هائل، يعني قبل صومه كان يشتهي الخطيئة ويستلد ذكرها وتصورها وتخيلها، ولكن من بعد أن يحصل المنزلة الإيمانية يرتقي إيمانه ويرتقي ذوقه، يعني ما بقاش يذوق الخطايا، يذكر الخطيئة يستبشعها ويستقذرها ويشعر بالغثيان، طافي كيولي يعيف هذه الأمور التي يعني قد تسقطه في المساقط وفي المطبات من الذنوب والخطايا والكبائر، هذاك يصبح آمنا، أولئك لهم الأمن، هذا أمن، أمن أخروي وأمن دنيوي بإذن الله عز وجل، يأمنوا شر الفساد وكل منكر. فهذا الأمر ماشي فقط يعني خاص بالشباب، ولكن خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم به الشباب في حال التفكير في الزنا وما يشبهه، ولكن الله عز وجل خاطب قبل ذلك المؤمنين جميعا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم جميعا، العموم الذي لا يستثني أحدا، ذكرانا وإناثا، شيبا وشبانا، كهولا وشبابا، كل الناس لعلكم تتقون، لعلكم تتقون كيعطي لك الصفة ديال التقوى تجدها يعني صارت لك غذاء تتغذى به وأنت صائم لله منقطع متبتل. ولهذا إذن ما ينبغي للمؤمن أن يفكر في الصوم وفي أحواله فقط مع رمضان، فهذا نوع من عدم الفهم لمقصد التشريع لهذه الشعيرة العظيمة في الدين التي ركن من أركان الإسلام، ولكن ينبغي أن يصل روحه بالله جل وعلا صائما أبدا أبدا، وهو مفطر وهو ممسك دائما صائم إلى أن يلقى الله جل وعلا على أعلى وعلى أرفع ما يكون منزلة من ناحية الإيمانية والرضا الرباني الرحماني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونستأنف كلامنا حينما إذن الله بعد ذلك لذلك.